على قدم وساق تستمر العائلات بمدينة الخمس في شراء احتياجاتهم ومستلزماتهم الخاصة بمائدة الإفطار الرمضاني، وهو ما يظهر واضحاً من خلال الازدحام الكبير الذي تشهده أسواق اللحوم والمواد المنزلية والخضروات والسلع التموينية والبقوليات. جايين طبعاً كالعادة بداية شهر رمضان المبارك، والناس تتسوق وتشتري حاجيات رمضان، والحمد لله رب العالمين وكل شيء متوفر، لكن اختلاف الأسعار يعني. خلال جولتنا في عدد من الأسواق والمحلات واستطلاعنا لآراء المواطنين، كانت الشكوى من ارتفاع الأسعار هي السمة الطاغية في حديث المواطنين، حيث أصبح لدى المواطن انطباع عام بأن رفع الأسعار من قبل التجار مقترن بحلول شهر رمضان المبارك. يعني فيه ارتفاع في الأسعار، لكن الناس الغالب تشري اللي تبيها في شهر رمضان، بتساعدك كيف تشريها. ما شاء الله ربي يقدر الخير إن شاء الله، ويجيب الخير للبلاد والعباد إن شاء الله يا رب. والأسعار تعتبر يعني الأسعار المواد الأساسية تعتبر قاعدة ثابتة كيف ما هي، ما تغيرتش. ممكن ارتفاع بسيط مثلا صار في فواكه، مثلا بعض الفواكه، أو مثلا في بعض ممكن اللحوم شوية ارتفعت، ممكن يزيد مثلا دينار أو زوز دينار مثلا في اللحوم. ارتفاع أسعار بعض المواد والسلع الاستهلاكية قبيل وأثناء شهر رمضان يرجعها اقتصاديون إلى مبالغة المواطنين في اقتناء أكبر قدر ممكن منها وغياب الرقابة على الأسعار. رغم ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن ذلك لم يمنعهم من اقتناء مستلزماتهم الضرورية لاستقبال شهر رمضان المبارك. إبراهيم الكاسح، ليبيا الأحرار، الخمس.